بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخواني أخواتي في الله، أقدم لكم الورد اليومي في الصباح والمساء، يعني ما يجب أن نقرأه في الصباح والمساء، يعني وكم من مرة وما هو فضله. أبدأ إن شاء الله. أولا آية الكرسي. آية الكرسي تقرأ صباحا ومساء وقبل النوم وبعد الصلوات المفروضة، ومن يقرأها لا يقربه شيطان، وهي سبب من أسباب دخول الجنة إن شاء الله، جمعني الله وإياكم فيها يا رب. ثانيا آخر آيتين من سورة البقرة، يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة، تقرأ مرة في الليل وتقرأ في الدار في أي وقت، وهذه تكفيه من شرور كل شيء. ثالثا سورة الإخلاص والمعوذتين والفلق والناس، تقرأ ثلاثة صباحا وثلاثة مساء، يعني ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء، وهذا تكفيك أيضا كل شيء. رابعا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تقرأ ثلاثة صباحا وثلاث مساء، يعني ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء، ومن يقربها لا يصيبه فجأة تبلة ولا يضره شيء، يعني لا يصيبه بلاء فجأة ولا يضره شيء إن شاء الله بعون الله. خامسا أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، تقرأ ثلاثة صباحا وثلاثة مساء، وهي يعني تحصن الأماكن من كل شر. ثم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هي سادسا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تقرأ سبع مرات صباحا وسبع مساء، وهي يعني من يقرأها يكفي الله سبحانه وتعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. سابعا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تقرأ ثلاثة صباحا وثلاثة مساء. ثامنا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وفي المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، تقرأ أيضا صباحا ومساء، وهي يعني أنا شخصيا أقول اللهم يعني مثلا في الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده رب العالمين. أيضا في المساء أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ثم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين، تقرأ في الصباح، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بها. ثم اللهم ما أصبح من نعمة، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأي أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وفي المساء يقول ما أمس بي من نعمة إلى آخر، ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، يعني تقرأ صباحا ومساء. ومن قرأها طبعا فقد أدى شكر يومه وليلته. يعني الحادي عشر، يعني الدعاء اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. وفي المساء يقول إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك إلى آخر.
تقرأ 4 مرات مساء وأربع صباحا، ومن قالها 4 أعتقه الله من النار. جعل الله لي ولكم في ميزان حسناتنا إن شاء الله. ولا تنسوا يعني أن ترسلوها إلى أحبابكم وإخوانكم حتى نجمع الحسنات إن شاء الله والأجر. جمعني الله وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.